برضو معي في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراة النهاردة ومن نجوم الفريق مروان سرحان. مروان طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أبارك لك طبعا على المباراة النهاردة، مبروك الفوز على نادي الجزيرة. يعني شايف المباراة النهاردة إزاي وأداء لاعبي النادي الأهلي طوال طبعا الفور كوارترز؟ طبعا مساء الخير على كابتن عيسى والناس الكابتن الكبار اللي في الاستوديو. طبعا الحمد لله على المكسب. الفريق الجزيرة فريق كبير، احنا كان عندنا اصابات الفتره اللي فاتت، كان ايهاب وعمر طارق ومهيب وبيدو ابو النصر، يعني ناس كبيره مؤثره في الفرقه، بس الحمد لله يعني النواقص دي ما بتفرقش معانا، يعني احنا فرقه كبيره عندنا لعيبه كتير في بدايل، فالحمد لله يعني المكسب النهارده شكل الناس شكلها كويس ودفعه كويس للماتش اللي جاي ان شاء الله، ماتش الاتحاد هيكون ماتش صعب، فان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني مروان طبعا احنا شفنا في الفور كوارترز او في اول 3 كوارترز يعني الاداء طبعا منكم كان اداء متميز واداء قوي، يمكن بس في اخر فتره او في اخر وقت من المباراه شفنا شويه في انخفاض في مستوى طبعا جميع اللاعبين، يمكن شايف ايه السبب مثلا انه يخليكم اللي هو مش مركزين زي في بدايه المباراه؟ دي حاجة مش متعودين عليها الصراحة، يعني بنشوفها من اللعيبة، بس ممكن نقول قلة التركيز أو ساعات لما الفرق السكور بيبقى فاتح شوية في لعيبة تبقى تفقد تركيزها، في واحد مثلا عايز ياخد شوطة زيادة، حاجات كده يعني ممكن ساعات تخرج الثلاث أربع لعيبة الباقيين بره تركيزهم. دي حاجة الكوتش ما كانش مبسوط منها، ف حتى بفرحة المكسب الأداء اللي هو في آخر 7 أو 8 دقايق ده ما كانش كويس، فده خلى كوتش مش مبسوط يعني بنتيجة الماتش عامة، فدي حاجة احنا اتكلمنا فيها بعد الماتش، وكوتش قال ان ده ما ينفعش، ان ده احنا بنلعب في الأول والآخر لشكل النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي، ومهما كان السكور المفروض نلعب لغاية آخر دقيقة زي أول دقيقة، فدي حاجة مش هتكرر يعني. يعني مروان طبعا سكور كبير واداء متميز منكم زي ما قلت لك يعني في بدايه المباراه، يعني الثري او الفور كوارترز كلهم طبعا باستثناء يعني الفتره الاخرانيه، ولكن احنا بنشوف يعني مستر اجاستي فعلا بيهتم بالنتيجه وبيهتم بالاداء حتى لو المباراه طبعا يعني مباراه الجزيره وحتى الاتحاد السكندري من المباريات اللي هتبقى بس في ترتيب الفرق، ولكن واخد المباراه بشكل جدي جدا، وان انتم لازم يعني فعلا تحققوا نتيجه كويسه وكمان اداء كويس جدا. طبعا احنا بنتعب ونتمرن كل يوم، و ما فيش حاجه اسمها احنا بنلعب مثلا على قد الماتش او على قد السكور، احنا بنلعب لينا كلعيبه وللفرقه، فلازم يكون رتمنا واحد وشكلنا واحد من اول ماتش لغايه اخر الماتش، فدي حاجه ما كانتش في اللوكر روم، ما كانتش حاجه كويسه، بس نتعهد يعني دي مش حاجه مش هتحصل تاني يعني، ف ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش اللي جاي، ماتش تقيل مع نادي الاتحاد في ملعبهم، بعدين احنا عايزين نكمل مسيره الهزيمه، احنا كده 13 ماتش على التوالي، فان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش اللي جاي، وده كمان ماتش هيحدد الاول والثاني عشان يساعدنا بعد كده في البلاي اوفز ناخد الفرقه السابع او الثامن، فان شاء الله ربنا يكرمنا المكسب ان شاء الله. وان طبعا انا عايز اسالك برضو عن استعداداتكم بقى لمباراه الاتحاد السكندري من بعد مباراه الجزيره، ويمكن انا زي ما انت قلت ان انتوا دايما عايزين تحافظوا على سلسله اللا هزيمه، ويمكن برضو شفنا بعد التوقف الدولي وبسبب مشاركه طبعا منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم، احنا شفنا انه بالرغم ان كان في توقف دولي كان مدته اكتر مثلا من شهر او شهر ونص، احنا شفنا انتوا يعني الحمد لله ما شاء الله ثابتين او محافظين على ادائكم مركزين جدا اكن ما كانش في توقف من المباريات لمده شهر ونص. هو التوقف عامة طبيعي ان هو بيأثر على الفرقة، مش احنا بس، على الفرقة كلها، الريتم بيقل وطريقة التمرين بتختلف، لما بيبقى في 4 أو 5 لعيبة مش موجودين لمدة شهر دي بتأثر برضو على الجمعية بتاعت الفرقة، فده شيء طبيعي ان هو حتى بعد التوقف بنبدأ الريتم تاني على واحدة واحدة. ماتش الاتحاد زي ما قلت لك هيبقى ماتش صعب، التوقف ده كل الفرق يعني، فحاجه مأثره على الناس كلها، فاحنا النهارده خلاص هنقفل الصفحه بتاعت ماتش الجزيره، ومن بدايه من بكره في التمرين ان شاء الله نركز في ماتش الاتحاد، وان شاء الله خير مروان، وبتمنى لك طبعا التوفيق، وبتمنى لكل لاعبي النادي الاهلي التوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه، وبرضه في يعني مرحله البيست اوف 3 او البيست اوف 5 عفوا ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومبروك تاني يا مروان. شكرا يا سلام. شكرا.
ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام وايضا يعني واحد من نجوم المباراه ومن نجوم الفريق مروان سرحان. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. مرسلتنا سالة حامد بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم مع كابتن احمد الجرحي، والحقيقه الراجل وضح بما لا يدع للشك عدم رضاء الجهاز الفني عن اخر 5 دقائق عشان الدروب اللي حصل سكور، لانه قال هي مش فارقه في نتيجه المباراه ولكن فارقه في شخصيه الفريق. وانا بحيي كلام كابتن احمد الحقيقه، وبحيي حتى كلام كابتن مروان.